الخطوبة طبعا بتبقى كل حاجة حلوة، وهي طبعا عاملة لك بقى الحاجة حلوة لا طبعا الجواز، طبعا الجواز ده نص الدين. الخطوبة هي ما عدتش أكثر من شهر، لذلك فترة الزواج أحسن. خطوبة طبعا، الخطوبة أكيد، الخطوبة أكيد. أفضل فيه بقى افضل بيكون الواحد لسه ما تدبسش يعني. الجواز طبعا انت شايف الجواز تدبيسه ده اكيد. بالنسبه للخطوبه دلوقتي بالنسبه لي مكلفه برضو، يعني انت اقل دخله انت بتدخلها على حضرتك بيكون ليها ثمنها يعني. لا في الخطوبه دي حاجه تانية، المعامله طبعا تختلف في الخطوبه. الناس في الخطوبه بتظهر بشكل وفي الجواز بتظهر بشكل تاني. كنت اكلمك قلت لك عايز تاكل ايه يا حبيبي صح؟ صح؟ قبل ما اروح في التليفون تقول لي عاوز تاكل ايه وتشرب ايه وبتحب ايه وكده. وبعد الجواز، بعد الجواز بقى بتجيب لك فول وطعميه. الخطوبه بيبقى كل واحد بيبان اللي عنده احسن ومش عارف ايه، وطبعا الجواز ده بيبقى كل حاجه باينه على صراحتها يعني. انت متجوز؟ طبعا. عرفان؟ عرفان طبعا. بتفكر تتجوز تاني ولا تالت ولا رابع؟ ولا رابع ولا، ولو الزمن رجع بيا كنت هفضل زي ما انا. تفضل زي ما انت متجوز؟ اه خلاص اتجوز بقى، خلاص انشغلت بالحياه والفلوس والماده والاولاد وخلاص بدات احضر لنفسك انت بقى بعد كده كل حاجه اللي انت عايزها. حماده كانت مهتميه بيك في الخطوبه افضل من الجواز؟ طبعا. كانت بتعمل لك ايه في الخطوبه؟ كل حاجه. حماتك في الخطوبه بتبقى عاملك بقى ايه؟ حاجه جامده كده يعني داخله عليها. بعد الجواز؟ لا بعد الجواز يعني من بعيد كده لبعيد.